تلاقي متواصلين من توا حتى الماضي 3:30 نحكيو على مقابلات الجولة الثالثة من البطولة، أهم الاستنتاجات. باش يكون معنا بالتليفون أنيس العياض اللاعب الدولي السابق، لكن قبل هذا المنتخب الوطني التونسي يلعب حاليا في مقابلته الثانية في تصفيات الكان، منتخب الأوسط بالطبيعة ضد المنتخب المغربي، 9 دقائق لعب تعادل سلبي مازال دون أهداف. ماهر الكنزاري بدأ المقابلة بالتشكيلة التالية: ياسر الدمرجي، مارك اللمتي، علي غرام، محمد أمين زغادة، ادم بلامين، فارس ناجي، معتز الزدام، شهاب العبيدي، اشرف الحباسي، زياد بريمة، وحسن العياري. حاليا مازال تعادل سلبي بين الزوز منتخبات دون اهداف. الجوله الثالثه للبطوله، السي اس اس كان فاز على كلوب 3-0، لو اسمو فاز تعادل مع اتحاد بن قردين دون اهداف، المتلوي فاز على السي بي 1-0، مستقبل رجيش انهزم ضد الاولمبي البيجي 1-0، جي اس كان هزم ضد الملعب التونسي 4-0، الاسبيرونس فازت على اتحاد طاوين 1-0، مستقبل سليمان فاز على النجم الساحلي 2-1. الكلاسمون الى حد الان 7 نقاط في المرتبه الاولى ستاد السي اس اس والاسبيرون، ثم ليتوال 4 نقاط مع عنده ست نقاط، ثم الخامس اتحاد بن قردين كيف عنده 5 نقاط، السادس الاولمبي البيجي 4 نقاط مع مستقبل رجيش اولمبيك، مستقبل سليمان والمتلوي والكلوب الكل عندهم 4 نقاط، في حين الاولمبي البيجي تنقص مقابله 11، لو اسمو نقطه واحده معها اتحاد تطاوين 12، ثم 13 جي اس كا دون نقاط تنقصها مقابله معها ايضا السي بي دون نقاط. اهم استنتاجات الجوله باش تكون مع اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني انيس العياري. انيس اهلا بك. مرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت. كنت تسمع في النتائج والكلاسمون انيس، قبل ما ندخل في التفاصيل نتاع المقابلات كل واحده على حده كما نقولوا، اعطينا اهم استنتاجاتك من الجوله هذه انيس. الجولة دي ذول انتصار الملعب التونسي نتيجة عريضة 4-0. اي بديت لي بالبقلاوة اخوي. اكيد ما لا والله هي النتيجة ممكن الارض بالنسبة لنا مش مفاجأة، لكن بعد تململ نوعا ما مباراة نزارة ومباراة الملعب البيجي من ناحية الأداء، يعني كان أداء مع تفكرين بالذات وكانت النتيجة كبيرة ممكن أعطت نوع من الطمأنينة للإطار الفني واللاعبين. نتيجة بالنسبة لي أنا تركريز شوية، علاش؟ خاطر توقعت أن قروان باش نشوف وجه آخر في رابطة المعترفة الأولى من بعد الغفلة نتاع الموسم اللي فات، لكن ما ريناهاش، هذه السركريز. من بعد نشوف اتحاد بن قردان، اتحاد بن قردان نتائجه إيجابية، يقول لي 5 نقاط، دو ديبلاسمون في المتلاوي والمستير وانتصار ضد سليمان، يقول لي زاد بالنسبة لي أنا كبداية كونتان تاع سيزون معناتها تسمى كونتان باهية، هذوما ممكن نتائج. من بعد نقول انتصار اولمبي بيجي في اللحظات الاخيره زاد كيف انتصار مهم برشا للفريق، غاب عن الرابطه المحترفه الاولى لمده سنين، اليوم يرجع بدل كبير دون هزيمه ومازال تنقص مباراه. ممكن هذوما النتائج اللي نوعا ما معناتها نجموا نحكيو فيهم، هم سربريز لكن ماهمش متوقعين. زاد باهي نبداو بمقابله القمه، السي اس اس فاز على كلوب 3-0، مفاجاه شويه نتيجه والا متوقع انيس؟ متوقع احنا، انا واحد من الناس معناتها ما عندي مخبي انه الافضليه اللي درست تاخذي، وممكن كانت لي في تدخل في منبر اخر وقلت الكلام هذا، قلت افضليه كبيره من ناحيه الجهد البشري، من ناحيه الحضور البدني والذهني والتكتيكي الفريق النادي الصقسي في الوقت الحالي بارابور النادي الافريقي. شاهدناه في مباراته ضد مستقبل الرجيف ضد القيروان، نحكيو على الوليدات الصغار، معناتها الوليدات الصغار اللي ممكن اول مبارياتهم واول كلاسيكو لهم. نادي الصقسي دول اللي قاعد يحضر في رابطه الابطال عن طريق البطوله التونسيه، ان النتيجه ايجابيه كسوا في الاليميناتوار نتاع كاس رابطه الابطال، ولا كيما نقولوا احنا في الشامبيونان وانتصاره في ضد الاتحاد المنستيري قاعد يقدم في اداء ممتاز. الحق عنده وسط ميدان رهيب جدا، يعني في 4 ملاعبين متكونين من الترابلسي القروي كواكوس وكاري مع شادي الهمامي وجوده اليوم، هذول نادي الصقسي محضر الموسم نتاعو، انتدابات موجهه خاصه سولا اللاعب اللي قاعد معناتها في مباراه البارح، نتصور انه في الخط الامامي باش يكون حل من الحلول الهجوميه، باش يعطي اضافه كبيره برشا. وكان متوقع، كانت متوقع النتيجه، لكن الحق للامانه ما كانتش متوقع بالثلاثيه اسلام، بما انه تعرف راهو لي ديتاي صغار يحكموا في مباراه كره القدم. البارح استنيت من اسكندر العبيدي تهور نوعا ما في ضربه الجزاء، ديتاي يحكم على مباراه،
كانت ماشيه كما نقولوا احنا المباراه قلبه مش قلبه بقلبه، لكن كانت افضليه من الافريقي، لكن النادي الافريقي كان لازم يخرج باخف الاضرار. نقطه التعادل كان تقريبا كان لازم يجيب من ديبلاسمون صعيب من شق بالذات، نقطه تعطيه نوعا ما جوانح، تعطيه رواري، تعطيه اكسجين باش يكمل بدايه موسم متصوره بالنسبه لي مش تكون صعيبه، يعني على المدرب على اللاعبين وعلى الحباء النادي الافريقي، الا على المدير اللي مش صعيب خاطر متوقع، خاطر هما بيدهم يعرفوا ومتوقعين انه البدايه باش تكون صعبه، خاطر نوعا ما الفشل والشيء اللي صاير للنادي الافريقي نحمله لهيئه المدير. انا كمحلل فني ما نتهم حد، لكن نشوف عدم فشل اي اللاعبين هذوما فشل اداري، ليس فشل فني. فما مسؤوليه لسعد الدريدي يا نيس، يعني يتحمل مسؤوليه لسعد الدريدي؟ ما نعرفش لسعد الدريدي جانب، نقولوا على الاقل جانب من المسؤوليه. والله اذا نقول لك انا راهو ما عندي حتى معناتها علاقتي بسعد الدريدي كمدرب اليوم، معناتها وانا راهو ما كسوا هو باش يكون ايجابي ولا سلبي باش نجاوب مع اللي راسي اليوم. لسعد الدريدي منذ دخوله النادي الافريقي ما رينا حتى انتداب وما رينا حتى وضعيه سامحه باش المدرب هذا، انا واحد بالنسبه نجم نحكم عليه في الوضعيه الحاليه. يعني ملاعبين وليدات صغار تعطيهم تقول هذاك الافكتيف اللي موجود عندي، معناها الخلاصه نيس لا تنجم لا تحكم لا ليه لا عليه، لا نجم نحكم عليه لا عليه، لا نجم نحمل المسؤوليه، لا نجم نقول درس الدريدي مظلوم ولا لا. تو في الوقت الحالي كاطار فني نتاع الظروف اللي يخدم فيها الاسد ما نجمش نقيموا الحق، نجم نحكي على النادي الافريقي وكبرياء النادي الافريقي وهرم بالنسبه لي النادي الافريقي راه في وضعيه فنيه كيما هذيك وراه الظروف نتاعو حاليه. اكيد انه اليوم مانيش ما اكيد انه تغيرك تشوف فريق كبير من النادي الافريقي، وخاصه النادي الافريقي اليوم جماهيره اللي طلبوها بلاطخات وما هي لطخات، اليوم نتصوروا كانوا طلبوها بلاطخه تطرج يرجع رد الجماهير بطريقه اخرى، اليوم قداش يتحمل الجمهور هذا ممكن ثالث موسم بنفس النتائج بنفس الاسبري ما ثم حتى مفاجاه صارت، وخاصه في عمل مئويه مع مستقبل عليه الجمهور اللي حضر له مئويه ورينا ممكن الاحتفال اللي كان، لكن فنيين حق الفريق اني با كابابل في الوقت الحالي وماهوش مستعد باش يعمل نتائج ايجابيه اكثر من تصورها الجمهور. في المقابل انيس بوجلبان عمل بن يونس الديو لحد الان نجم نقولوا ناجح، نجم يكملوا هذا يكون قد رهان الشامبيونز ليج للسي اس اس اللي عمل عليها برشا جمهور السي اس اس. حاليا في الوقت الحالي ثم نوع من النجاح. انا راهو النجاح والاخفاق ما نقولوش في ثلاثه ولا اربع جولات ولا بعد اربع مقابلات، ولو انه المعلومات اللي عندي نزل هي قاعد تشوف في مدربه اجنبي من حقها من حقها اذا عندها برشا فلوس من حقها تجيب اجنبي ب 30000 يورو ب 25000 يورو، حق الهيئه المديره ان ترى انه انيس بوجلبان وعماد بن يونس ما ينجموش يمثلوا نادر الساقسي وممكن اصغر من نادر الساقسي ولا فنيا ما ينجموش يتحكموا في دولي بالفريق، لكن الفريق الحالي قاعدين يدربوا فيه المدربين هذوم. اذا هما يراو بالمستوى اللي قاعد يقدم فيه نادر الساقسي موش عاجبهم من حقهم اخير حقهم انه يشوفوا مدرب، لكن بالنسبه لي انا نشوف انه الهيئه المديره هي صاحب عطى صاحب القرار، لكن ما تنجم تقول على الاختيار انه يجيب اطار فني بعد ما تشوف النتائج، لكن في الوقت الحالي عماد بن يونس وانيس بوجلبان نتصورهم هما الثنائي المتكون اللي في الوقت الحالي قاعد يشرف على الفريق، وثم نوع من الرضا من الجماهير وانا نوع من الرضا زاد كيشوف النادي الافريقي في الهيئه هذيك في في في, 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 في الصوره الايجابيه فنيا وعلى جميع المستويات، مع كما نقولوا احنا عوده المهاجم الصريح شوات وخذ ثقه وتسجيل الاهداف يظهر لي النادي الافريقي الموسم هذا قاعد يقدم في 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 صوره جيده، فريق متمكن فريق محترم ان شاء الله، لكن انت تعرف البطوله التونسيه رابطه الابطال غير البطوله التونسيه، لكن في الوقت الحالي الجمهور مطمئن نوعا ما على الزاد البشري اللي موجود مع التعامل مع الزاد البشري نادي الافريقي في الوقت الحالي لحق الامانه في المباريات اللي شفته اسلام فريق محترم ومحترم جدا. باهي نكملوا مع المقابله الثانيه، مستقبل سليمان يقلب الطاوله على النجم الساحلي كان منهزم واحد بلاش يفوز 2-1، سليمان ظهر لي تكمل في نفس المستوى نتاع الموسم الماضي يعني في المقابل النجم الساحلي بعد بدايه متميزه النتيجه ما كانتش متوقعه برشا في سليمان، ولو انهزم ايضا في الموسم الماضي مع ايتوال خطا من البلبولي تلخص لي كل هذا، ايضا ممكن صدام حتى غلط شويه في البونتو الثاني يانيس، اعطيني رايك حول المقابله هذه. اللي نقول في المباراه هذه ممكن لونتام ديت ليتوال كان برشا حذر من سليمان برشا تخوف من النتيجه، سامي قفي ممكن كان يعني كان متخوف برشا من النتيجه، حاول يبدا الشوط الاول باخف الاضرار ما يقبلش اهداف ويتعامل بالشوط الثاني بكل ذكاء، لكن ممكن الضغط تاع النجم الساحلي وقبول مستقبل سليمان الهدف ما خلى الاطار الفني في تملل، دخول الشوط الثاني كان مغاير. اليوم لازم عندك شجاعه كمدرب وكفريق انك تلعب الكره للكره، اليوم ممكن سامي قفي خاف ال 45 دقيقه ما لعبش الكره اللي لازم يلعبها
قعد كما نقولوا احنا محتاط من نجم وقعد متكتل في الدفاع سكر المنافذ لكن جاء الهدف. شو تاني كان مغاير كان شجاع من المدرب اللاعبين خاصة الوليد العرفاوي اللي قدم في مستوى متميز. اليوم نقول انه مستقبل سليمان في الشوط الثاني كان مغاير وكانت عنده الجرأة استغل لي كونتر رابيد مع النايفتي نتاع النجم الاستحلي ما في خبرة البلبولي وصدام ما نطورش الأخطاء في كثير. النجم اليوم ممكن اخذ منهج انه يعاول على وليدات الشبان نتاع السونتر بحكم انت تعرف الموارد المالية والسيولة غير موجودة في الوقت الحالي والنجم قاعد يعاني من الناحية المادية لكن الملاعبين اللي موجودين الحق للأمانة ملاعبين محترمين الحرابي في قلب الدفاع من أفضل الشبان اللي موجودين اليوم بها سلامي كشريدة بن ونيس يعني النجم نطور بالنسبة لنا فريق يعني محترم ومحترم جدا. ممكن الحاجة الوحيدة اللي طار فني جديد شرف على مباراة الاثنين كان عنده حتى دخل فيها جاء قبل بثلاث أيام وكان يريد يرجع النفقة في الانتصار الأول. اليوم نحكيه على مدرب ممكن رينا بر بالتصريح نتاعه صمت شوية تشنج بعد المباراة وحكي على حاجات الحق للأمانة ما كنتش نصورها من إطار فني لكن لازم يعرف اللي هو راه يريني في النجم الرياضي الساحلي وفي ظروفه ما ينسى على الظروف حاجات العادية حاجات شنو أنيس أما حاجات شنو أنيس بالضبط تحكي عليها اللي حكي عليها المدرب الإطار الفني في الوقت الحالي معناتها كي جا للنجم يقول إنه احنا في بداية موسم ما نتحكموش على النجم وما يعرفش اللي بعد راه النجم يكون كبش فداء فرق كبيرة تعيش نتائج وهذوما راهو النتائج ممكن غدرة تجب تعقب عليهم خطرهم بعد كانت عنده تشنج يعني اعتبار الهزيمة عادية عنه لازم يعرف اللي كي جاء للنجم راهو فما هزيمة ما تعديش في انيس انيس الخطأ نجم نقبلوه من لاعب صغير لكن اللي صار مع البلبولي ظهر لي هدف نجم نقولوا جاك معناها كيفاش تقراه انت يا انيس؟ بون انا بالنسبة للبلبولي يعني قيمة ثابتة لكن تعرف راهو الجارديان 60-70% من قوة الفريق اليوم كي تشوف انت دحمان في الصفاق يعطي كيليبر للدفاع جاب الماتش دحمان يوجه في الدفاع نتاعو دحمان قاعد متميز والتركيبه الدفاعيه متميزه كيما علي العياري في بنغردين لكن البلبولي ديتاي مهمه برشا تقلب مباراه. بلبولي اكيد انه ماهوش خطا الاول ولا الاخر لكن ما نتصورش انه البلبولي في فترات سيرتو بعد فتره صعيبه عاد في الكلوب رجع للتوال اليوم اول موسم نتصور انه البلبولي لازم يكون اكثر ستابل فريق اكثر خاطر هو نقطه قوه الفريق والاخطاء هذيك يعملهم هو ياثروا على الفريق مش كيما يعملهم حارس اخر خاطر في خبره البلبولي وعمر البلبولي ديكسبيريونس تاع البلبولي ما يتعداوش. باهي انيس نحكيو على الجمعيه البقلاوه في الصداره اليوم بعد تشكيك شويه في خدمه انيس البوسعيدي في الجوله الاولى اليوم الفريق يروح الاول مع الاسبيرونس والسياسي 7 نقاط اكيد ان الملعب التونسي عمل انتدابات موجهه منذ بدايه الموسم وقت اللي الجمعيات يمروا بظروف الملعب التونسي سي ديجا سكر موضوع الانتدابات. انا بالنسبه لي انا الماتشات هذوما ماهمش ريفيرونس كبدايه موسم وسبع نقاط وحتى كانوا 9 نقاط البدايات الطيبه ماهيش جديده على الملعب التونسي ممكن قدم افضل مستوياته بخمسه انتصارات ونس حكيت على البطوله وكل شيء. ملعب التونسي بالنسبه لي انا كنقاط مهمه كاداء قاعد يتحسن كانتدابات موجهه لكن بالنسبه لي انا 24 ماتش في الموسم اليوم ما نجمش نعطي ميريت ونقول انه انيس بوسعيدي اخفق ولا افشل يعني افشل ولا نجح العام مازال طويل مازال فيه نتائج ايجابيه وسلبيه لكن يلزم الجمهور اليوم تاع الملعب التونسي يتعامل مع كل موسم بطريقه. اليوم نحكيو على الخامسه الملعب التونسي للامانه الخامسه ما 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 في وقت الحالي الملعب التونسي بعيد معناتها ما نجموش نحكيو عليه نحكيو على لازم تكون فريق نتائجك تكون ايجابيه تكون في المراتب الاولى بارمي لي 5 سي برومي هذه حاجه باهي تفرح الجمهور لكن في وجود الترجي في وجود النجم في وجود النادي الرشيق في فرق اتحاد بن قردين الملعب التونسي اليوم بنقاط القوه نتاعو ما نجموش نحكيو على لقب بدايه موسم مازال ما بين حتى شيء واليوم الملعب التونسي نتيجه جد ايجابيه بالنسبه لي انا نقول برافو انيس بوسعيدي كبدايه مدرب في الرابطه المحترفه الاولى مع نهايه الموسم الفارط كانت نتيجه ايجابيه واليوم 7 نقاط على 9 ما عنده امكانيه اضافه نقاط اخرين مع مستقبل الجيش في بارتو اذا الملعب التونسي يعرف باش حضر مبارياته خاطر ماهوش باش يكونوا سهلين نتصور كبدايه طيبه المدرب انيس بوسعيدي والملعب التونسي ككل. كلمه على بلال ايد مالك شخصيا عجبني برشا الملاعب هذا من الموسم الماضي ايضا انيس وقاعد ياكد من بدايه الموسم الحالي. يخدم قاعد يخدم لاعبي قاعد يخدم ماهوش من فراغ الشيء اللي قدم فيه والاداء اللي قدم فيه بلال ايتمال قاعد لاعبي سيريو قاعد يخدم قاعد يضحي ادار عنده اوبجيكتيف والملاعب اللي عنده اونفي وعنده اوبجيكتيف تحسه في داخله اللي قدم فيه في التيران عنده نظره ابعديه ابعد من البطوله التونسيه يحب يعمل بصمه يحب يمشي لبعيد هذه مهنته هذه خدمته
هذه الحاجه اللي بتجيب له فلوس. يقول لك انا اليوم في جمعيه كيما الملعب التونسي فيترينا باهيه بوركوا با ما نتالق في الموسم هذايا ونجيب عرض يليق بي ويليق بالنادي وتنجم تغير حياته ان شاء الله يحطها كيف قاع. المهم الملاعب مش كثر ماتشات والمباريات الاولانيه اللي قدم فيهم اداء طيب، استقرار في الاداء مهم برشا. انا حكيت مش من ثلاثه هذا من عام ناول انيس الملاعب هذا ظهر لي متالق ولا انت تبعك في انصار الستاد؟ شوف اسلام متالق صحيح خاطر هو زاد راهو ثم نادي يعطي فيه في مقابل مادي وهو ملاعب يخدم على روحه، لكن استقرار في الاداء مش مزية لا ليا لا للنادي لا لي هو ذي العمل نتاعو لازم يكون بواجبه. اما الملاعب اللي يحب يمشي بالي اخرى واللي يحب يمشي المستوى اخر لازم يعمل عامين ثلاث سنين على فرد مستوى باش ينجم يجيب عرض. اليوم نحكي على اخر موسم ممتاز الموسم الفارق وبدايه موسم ممتاز بين الائتمان قاعد مازال عنده برشا وقت مارج دو بروغريسيون تستنى فيه برشا حاجات ثم نوع من الديشي، لكن نتصور مادام معاه انيس انسان جون مدرب جون يعرف يكومينيكي مليح نتصور بلال باش يكمل في الاداء هذا. لكن بالنسبه لي انا اللاعب اللي يحب يمشي فالي اخرى لازم يعمل عامين على نفس المستوى ونفس الاداء، ما نجموش نعمل اخر موسم وبدايه موسم باش نقول اللاعب هذا متالق قاعد يخدم في مستوى متميز لكن العام مازال طويل. اذا يعمل العام هذا بامتياز على سيره الموسم ما ثماش غيابات ما ثماش اصابات نتصور بلال مالك ينجم يمشي فالي اخرى. سينو جي اس كا في الجهه المقابله وضعيه غامضه في اسفل الترتيب تقريبا بعد ما خذيت فرصه نتاع البقاء. اليوم الفريق قاعد يعاني برشا انيس. مازال باش يعاني اسلام مازال باش يعاني ممكن ما كانش من برشا اللي هو باش يرجع الرابطه المحترفه الاولى ممكن اليوم حلمه بالنسبه للشباب في القيروان والجمهور انه موجود في الرابطه المحترفه الاولى ما حضر حتى شيء حضر فريق في الرابطه المحترفه الثاني. مهم برشا تشوف الديستيف تشوف التشكيله ما ثماش دراسه انه الفريق باش يخلي يعني كيما نقولوا احنا باش يكون في دوره البراج وباش يحاول كيما نقولوا احنا يرجع الرابطه المحترفه الاولى. انت دابيته كان متواضعه بالنسبه لي انا فريق ينجم ينهزم في مبارياته كل معناتها في البطوله ما ثم لا اداء لا ثم يعني كما نقولوا احنا اسبري لا ثم راج دو فاكر لا ثم حتى شيء تقول فريق موجود في الرابطه المحترفه الاولى وما نزلش وما صارتلوش مشاكل. الحق اللي حسيته الاسبري نتاع الملاعبين نتاع القروان اللي قلق انه ما ثماش اونفي وما ثماش جرين تاع عادي تخسر وقت تخسر اربعه ما ثم حتى رياكسيون وهذا يخوف جمهور الشبيبه. الشبيبه تعرف فريق كبير ما يستحقش الشيء اللي صاير اليوم لكن ممكن كان باش يكمل على نفس الاداء فريق القروان منذ مرحله الذهاب لازم يفقد مكانه في الرابطه المحترفه الاولى. الاسبيرونس ظهر لي بعد بدايه صعيبه زوج انتصارات يفوز على اتحاد التوين بون بالحد الادنى المطلوب، لكن كيفاش تشوف الفريق بعد الانتدابات الجديده نيو لوك بوجود النجاز المرزوقي برمضان الشعلالي ولو انه ما لعبش في المقابله الاخيره انيس؟ تحسن الاداء بارابور المقابله الاولانيه نتاع سليمان تحسن في المسير تحسن ثم نوع من الحركيه. ما ننساوش انه الترجي الرياضي التونسي ما لعبش برشا مباريات وما دخلش وفقد النسق الفرق هذه تعرف المباريات هي اللي تحسن الاداء انتدابات موجهه النجاز اللي قاعد مباراه اخرى قاعد يتقلق يعني قاعد يقدم في برفورمانس كبيره برشا مع بالرمضان اللي بالنسبه لي يكون احسن انتداب. اليوم ممكن تجديد عقد بالرمضان تصوروا احسن انتداب لاعب قاعد يقدم في مستوى طيب لكن عندي نصيحه ورؤيه فنيه انه بالرمضان ما ينجمش يكون صانع العاب. هذا رايي الخاص. صحيح. بالرمضان ينجم يكون وسط ميدان دفاعي في افتكاك الكره وصنع الهجمه مهم برشا عنده دي كاليتي تكنيك لاعب فني محترم لكن باش تلعبه مكان سعد بكير وعنده البصمه نتاع ريجيسور تعب جدا نجم نخسروا الملاعب هذايا لكن كاون تام دو سيزون برمضان قاعد يقدم في مستوى طيب في المباريات الاولى الترجي قاعد يتحسن المستوى نتاعو وتعرف الترجي اليوم عنده ثوب جديد اسمه رابيت لابتال لكن في البطوله قاعد يعني يلقى في نوع من النسق مازال ما لقاش الانتدابات موجوده تستحق برشا مباريات لكن النسق مازال ماهوش نسق الترجي خاصه انه قدم على رابيت لابتال ورابيت لابتال تعرف المنافسين اللي فيها والنسق اللي فيها. انيس تقريبا اللي شاهدوا المقابله هذه اجمعوا تقريبا الكل انها افضل مقابله منذ بدايه الموسم. مستقبل الرجيش هزيمه قدام الاولمبي البيجي واحد بلاش. تصور انه مستقبل الرجيش الملعبيه ممكن كبروا لهم رؤوسهم شويه نتائج ايجابيه في فريق محترم في تعادل في الملزم ضد النادي الافريقي انتصاروا على اتحاد تطاوين تحس ان الملاعبين ما عندهمش اكسبيريونس غزروا بسبري اخر انه هم فريق محترم انه الملاعبين هذوما يعني كما نقولوا احنا يعني سو كابابل يعملوا خير خرجوا من التركيز تاع كل مباراه الجرينتا الروح برشا حاجات تفقدها مستقبل الجيش في مباراه البارح ممكن بالنسبه لي لازم يكون كف صغير شويه باش تفيق للاعبيه انه العام راهو في 24 مباراه كل مباراه تتحضر بنفس اخر بوجه اخرى بنظر اخر ولكن هزيمه ضد اولمبي بيجي خاصه في رجيس يعني كونكيرون ديريكت
لكن المستفيد البارح اولمبي البيجي، اولمبي البيجي عرف كيفاش يتعامل المباراه. ترينا مراد الهجي بتالقات انتداب بالنسبه لي نجم معناتها ناجح في الاولمبي البيجي، لكن الكره دي تاعي صغار كما قال سعد الدريدي في التاك نتاع شي نتاع اسكندر العبيدي والتهور اللي ممكن خلى النتيجه تكون هكاك. البارح كما نقولوا احنا موك دو كونسونتراسيون في رجيش خلى الاولمبي البيجي ينتصر بثلاث نقاط اللي باش تكون مهمه برشا، خاصه انتصار خارج الميدان يعطي اكسجين للاولمبي البيجي. نجم المتلاوي واحد بلاش قدام السيابي تقريبا كما جي اس كاس، السيابي بعد منعت في اخر لحظات الموسم الماضي، كيف تتواصل النتائج السلبيه؟ الموسم الماضي كان افكتيف محترم جدا للسيابي لكن الفريق لعب من اجل تفادي النزول، السنه الافكتيف اقل من لاعبيه، الفريق مازال يعاني، السيابي وين ماشيه بالوضعيه هذه؟ وسؤال بخصوص مختار طرابلسي تقريبا نفس الكلام مع سعد الدريدي، السؤال شنو وفرت له وانت باش تحكم ليه والا ضده؟ انا بالنسبه لي انا ندي بنزرتي راه هرم كيما ندي بنزرتي ولادو متشمتين فيه، يعني الولاد بنزرت بيدهم يستناو النتائج هذوما وبرشا ممكن يضحكوا على النتائج ما نعرفش علاش، انه اليوم لا انسان دخل لا انسان، يعني سكوت رهيب في بنزرت من الناحيه الماديه، يعني كان جا الفريق عنده السيوله راه عمل انتدابات، اليوم اللي راه انا ممكن الحق للامانه ولات مع غروس شخصيه بين رئيس النادي وبين المحبين نتاع نادي بنزرت. علاقته بهم ماهيش باهيه، عدم دعم النادي البنزرتي اللي هو معناتها كما نقولوا احنا في شخص عبد السلام السعيديني، ليه بالعكس النادي البنزرتي يمثل البنزرتي الكل واللي باش يعاون يعاون بنزرت ما يعاونش رئيس النادي. اليوم النادي البنزرتي انتداباته بالنسبه لي انا ماهيش حجم ثقيل، تعويله على مختار طرابلسي ابن النادي ونعرفه ما يتكلفش برشا، اكيد باش يحاول يعطي كل ما عنده، ابن النادي يحب النادي البنزرتي، لكن كي تحط له انت في كتيف كيما هكا وفي ظروف كيما هكا ما تنجمش تطلب اطار فني يعمل لك نتائج ايجابيه. اليوم يلزمك توفر له ادنى الاشياء، توفر له افكتيف باهي، توفر له يعني اجره نتاع ملعبيه منح، لكن كي يكون بعد الهيئه المديره على الفريق والتعامل نوعا ما متقلق، رئيس النادي ماهوش موجود على عين المكان، الاداره الفنيه ماهيش قويه، اداره كيما نقولوا احنا الحق للامان ثم ضعف اداري في نادي بنزرتي، هذا الشيء اللي ماثر على الفريق ككل. نكمل مع اخر مقابله، الاتحاد المنستيري تعادل مع اتحاد بن قردين دون اهداف، توقعنا مقابله قمه، توقعنا مقابله افضل من هكا اللي يسموه بالاداء اللي قدمه الموسم الماضي، ولو الفريق مش نفس الفريق نتاع الموسم الماضي الى حد الان، واتحاد بن قردين بالانتدابات الكبيره اللي عملها بالافكتيف الكبير اللي قاعد عنده انيس. انت توقعت من الاتحاد المنستيري؟ انا ما توقعتش، شاهدته في مباريات الاليميناتوار نتاع الكاس، ريته في مباريات البطوله ما توقعت، بما انه عن قناعه نعرف انه الاتحاد المنستيري اليوم غياب الثلاثي واللي ممكن تتكرر راهو ما تنجمش تعوضهم في ليله ونهار. ثلاثي الاجنبي مزسر كوما واوكبادو وياسين العمري كولون فورتيبرال معناتها وياسين العمري ايضا. انيس تسمع فيا؟ نسمع فيك. وياسين العمري قلت لك زاده ايضا. وياسين العامري يعني لاعب رويق، لاعب فني ممتاز وعمل ديفيرنسا وكان من افضل الملاعبيه هجوميا في اتحاد المنافسين الموسم الفارس. صحيح. اليوم الهيئه المديره اختارت انه الكاسه تتناوش، تدخل شويه فلوس بسرقه ما تصرف وتبدا الامور مريقله، لكن انت اذا انت تحب تمشي بعيد في كاس الكاف لازمك الدعم، راه ما لازمكش تبيع. اليوم انت كي بعت اموال جيب خير من اللي عندك، اليوم بالنسبه لنا الاجانب في اتحاد المنافسين ما تتمرش اضافه كبيره. الإدارة الفني حافظ على نفس تقاليده، لكن اليوم كي تحيلوا افضل عناصر وتحيلوا العمود الفقري نتاع الفريق صحيح ما تطلب منه اكثر من هكا. وزادت الاصابات وزادت الاصابات ايضا، والاصابات نتاع مشمومه بالرمضان يظل لي خوف كبير على الاتحاد المنستيري وتركيزه على الكاس الافريقيه هذيا، ينسى مباريات البطوله وراكين من بعد النتيجه هذه السلبيه ويحاول حد يرجع من باب كبير من البطوله ما يلقاش روحه، خاطر برشا نقاط الظروف نتاعو صعيبه في الوقت الحالي. حتى الاتحاد المنستيري المتعه الموسم هذا ما ريتهاش كيما الموسم الفارس، متعه كره القدم هجومين، فريق الحق يمتعك، فريق عنده عناصر ممتازه وممتازه جدا. الاتحاد المنستيري اليوم بالنسبه لنا كبدايه بالنسبه لنا متعثر نوعا ما مع اتحاد بن قردين، نتحضر الموسم نتاعو بانتداباته الغرس اللاوي، عوده التجربه الجربي للفورمه، سيف الدين العاكردي في اللاك سنترال، ايوب التليلي، الحمروني، المحمدي، يعني نشوف انه الحق عوده منظر القياسي زاد وسط الميدان، اتحاد بن قردين محضر الموسم نتاعو، قاعد يعطي نتائج ايجابيه، قاعد يقدم في نتائج جد ايجابيه، زوج تعادلات خارج الميدان مع دي زادفرسير زاد كيما نقولوا احنا ما يرحموش في بلادهم، مع انتصاره المستحق ضد سليمان، تطور خمسه نقاط ممتازين بالنسبه لاتحاد بن قردين لازم يبني عليهم لبقيه الموسم. يعطيك الصحه، شكرا لك انيس العياري على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. التعادل السلبي مازال بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي في 32 دقيقه لعب، مقابله في الجوله الثانيه من تصفيات الكان. فدوى تركي في الاخبار وبعد راجعين حتى المطار.